مطالبه باسترداد الاموال المنهوبه انتهى الان مع خروج المحامي الذي تقدم بالادعاء على خمس وزراء لاسترداد هذه الاموال. الى جانبنا المحامي الذي تقدم بهذا الادعاء للوقوف معه على تفاصيل ما جرى. الادعاء اللي قدمته على اي خمس وزارات بخصوص اي ملفات؟ الوزارات المعنيه بالادعاء هي وزاره الصحه، هي وزاره الصحه، وزاره التربيه، وزاره الطاقه، وزاره الاشغال، وزاره الماليه. والادعاء شمل جميع الاعمال والمناقصات اللي تمت من سنه 90 الى التاريخ الحالي. نحن بالجلسه الماضيه 24/12 قدرنا وصلنا قدمنا بطلب للاستحصاء على كامل المستندات اللي هي عمليا اما اطلفت او احرقت بدوائر وزاره الماليه من الديوان الرئاسي الفرنسي. بالفعل استردنا قرار الرئيس علي ابراهيم وارسل كتاب لديوان الرئاسي الفرنسي، لانه الرئاسي الفرنسي ما استجابت لغايه التاريخ الحالي لضغوط سياسيه وعلاقات متشابكه بين بعض السياسيين اللبنانيين وبين الرئيس الفرنسي او الاداره الفرنسيه بشكل عام. مشان هيك اليوم تقدمنا بطلب استماع الى رئيس فرنسا تحت سقف الدستور الفرنسي بعد اخذ موافقه المحكمه العليا الفرنسيه، لانه ما بحق لرئيس فرنسا مطلقا انه يهدر اموال عامه فرنسيه ولبنانيه ويخفي المستندات والمعلومات عنده لحتى يغطي بعض السياسيين بلبنان. طيب بس بدنا نستفسر، يعني كيف عرفتوا انه هالقد في هدر؟ جبتوا رقم يعني 6 مليار، كيف عرفتوا انه هالقد في هدر؟ اول شيء رقم اكثر من هيك بكثير، مش 6 مليار، بعشرات المليارات. طبعا في سبيل التحقيق ما فينا نحكي كل التفاصيل، بس عمليا كل الادله موجوده بالداتا اللي الدوله الفرنسيه تحديدا جهاز مخابرات فرنسي والرئاسه الفرنسيه يملكون عنا تفاصيل كامله بحسب صفحاتهم هن، حتى كمان هن اعترفوا بهذا الشيء. لا عم يرفضوا سلموا لبنان، ما بعرف هل انه دفع الضريبه اللبناني والفرنسي ما له حق يسترجع اموالهم؟ هذا برسم الرئيس الفرنسي ياخذ موقف على الموضوع، مش بس الشعب اللبناني منهوب، كمان الشعب الفرنسي نهب باكثر من 17 مليار دولار، دافع الضريبه الفرنسي نهب ب 17 مليار دولار من قبل السياسيين اللبنانيين، طيب لا عم يغطوهم؟ هذا سؤال كبير. فينا نوضح اليوم عم تربط يعني بين فرنسا ولبنان، هو الملف اي ملف تحديدا؟ هل هن هبات فرنسيه؟ ضمن اطار رسمه للديون اللبنانيه والهبات اللبنانيه، تقدمت فرنسا بتبرعات بمليارات الدولارات وادانت لبنان مبالغ اخرى اضافيه بمليارات الدولارات، هذه الاموال قدرت في لبنان على مشاريع وهميه ومزقت ملفاتها كامله. فهي الاموال المفروض تسترجع اليوم للدوله اللبنانيه على وشك الافلاس بسبب النهب من العام، من ضمن اموال عامه فرنسيه وخليجيه وغيرها، لكن الفرنسيين في رقم واضح قديش النهب، طلبنا الرئاسه الفرنسيه بانه تفرج عن المستندات تحديدا لتحصيل اموال عامه لبنانيه وفرنسيين. نحن نعرف اليوم بفرنسا في مظاهرات عن موضوع التقاعد، هل يعقل انه فرنسي يظهر بالشارع على حتى ياخذ تحصيل بموضوع التقاعد بينما اموال العامه تبع فرنسا جزئيا منهوبه من وراء سياسيين لبنانيين؟ اليوم القضيه صارت قضيه شعبين منهوبين من طبقه سياسيه واحده بلبنان، الشعب اللبناني كليا والشعب الفرنسي جزئيا. عندنا سؤال للسفارات الاخرى، يعني الوزارات الاخرى، حكيت عن وزاره مال محترق ملفات فيها، بس الوزارات الاخرى هل جربتوا تسالوا الوزراء الحاليين او اداراتهم وين راحت الاموال؟ هذا الموضوع برسم التحقيق السريع للرئيس علي ابراهيم، نتمنى منه يتشجع اكثر باستدعاء الجميع، ما يرحم حدا.